هو نرحب بالجميع. هذه فرصه جديده نتاع اللمه، وهذه فرصه نتاع اللمه اللي اشتاقينا باش نكونوا مع بعضنا، ونتمنى ان شاء الله يكون احسن ياك استاذ. اذا الان مع الدكتوره ريم عمراني رئيس الجمعيه في كلمه ترحيبيه، وفي كلمه الان الجمهور اللي غادي يتابعنا بطبيعة الحال عبر المنصات الفضائيه. هذا تفضل مشكوره. شكرا. السلام عليكم. أستاذة ريم عمراني رئيسة جمعية البوسيلية للطلبة الغرناطي المجدى، باسمي وباسم أعضاء الجمعية البوسيلية الغرناطي نتقدم بتحية وتهنئة لصاحب الجلالة بمناسبة عيد مولد النبوي ولكافة الشعب المغربي عامة، وحاولنا أننا نجمعوا واخا غير في إطار طبعا احترام التباعد الاجتماعي، لان في اطار الظروف الراهنه باش نحاولوا اننا نديروا معكم واحد المقاطع ديال المديح ديال النبي صلى الله عليه وسلم. نتمنى ان هذه المقاطع ان شاء الله تروقكم، ونتمنى ان الله يرفع علينا هذا الوباء. شكرا.
من الهدى.